من الميادين، أهلا بكم وإلى العناوين. طهران تعلن أنه لم يعد لديها أي التزام بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم ضمن الاتفاق النووي، وتؤكد البدء بتشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي. الاحتلال يستهدف عددا من المواقع في غزة، وشهدان فلسطينيان وعشرات الجرحى جراء قمع القوات الإسرائيلية مسيرات العودة. قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تونس تخوض تجربة المناظرات بين المرشحين 26. مادورو يهدد بالانسحاب من المحادثات مع المعارضة إذا لم توقف صفقة استثمار غابات غنية بالنفط لشركات أجنبية. أكثر من 40 قتيلا في البهامس جراء الأعصار دوريان، ومخاوف من ازدياد العدد في ظل الدمار الكبير الذي خلفه. أهلا بكم. لم تستبعد طهران التنصل من كل التعهدات التقنية في الاتفاق النووي الإيراني، إذ لم يبقى الكثير من التفاصيل في هذا المجال. هذا الموقف للناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كامالوندي أعلنه في مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن المرحلة الثالثة من تخفيض الالتزام بالاتفاق النووي. كامالوندي الذي أعلن عن سلسلة إجراءات تشملها المرحلة الثالثة وأبرزها إطلاق العمل بالغاز في أجهزة الطرد المركزي، أكد أن هذه الإجراءات ما هي إلا رد على انسحاب واشنطن من الاتفاق. ليس لدينا أي تعهد بالنسبة إلى مستوى تخصيب اليورانيوم. كانت هناك تعهدات التزمنا بها سابقا، واليوم نتنصل من بعض هذه الالتزامات. ومثلما قال الرئيس روحاني، إذا عاد الطرف الآخر إلى الوفاء بتعهداته فسنعود إلى الالتزام بتعهداتنا. لكن كلما تقدمنا في الوقت أكثر أصبحت الأمور أكثر تعقيدا، وعلى الطرف الأوروبي تحديدا أن يعلم أنه لم يعد أمامه الكثير من الوقت. وإذا كان الأوروبيون يريدون اتخاذ خطوات في هذا المجال فعليهم أن يسرعوا. نحن لا نقوم بأي عمل مخالف للقوانين، ولن نعطي الأعداء أي ذريعة في هذا المجال. ومن العاصمة الإيرانية انضم إلينا مدير مكتب الميادين في طهران ملحم ريا. ملحم، صباح الخير. يعني لو تضعنا في تفاصيل ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي للناطق باسم الوكالة الذرية للطاقة، الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية. نعم رانا، كما كان متوقعا في الحقيقة، في هذا المؤتمر الصحفي أعلنت المنظمة الطاقة النووية الإيرانية عن رفع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني بناء على الاتفاق الموقع في عام 2015. الاتفاق النووي رفع هذه القيود من الناحية البحثية، وبالتالي إيران تعلن الآن عن بدء بتطوير برنامجها النووي الإيراني ورفع كل هذه القيود التقنية. وأكرر هنا التقنية، لأن ما أعلن عنه اليوم هو تقني بشكل محض في الحقيقة. وهناك عدة التزامات وردت في الاتفاق النووي، منها ما هو تقني ومنها ما هو غير تقني كالشفافية، وأيضا قضايا أخرى تتعلق بالمهلة الزمنية، المدة الزمنية أو القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في إطار مدة زمنية محددة. وبالتالي نحن الآن أمام تقليص القضايا التقنية في الحقيقة في البرنامج النووي الإيراني. ما ورد في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كامالوندي اليوم عند إعلانه الخطوة الثالثة من تخفيض إيران التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، حقيقة عدة نقاط مهمة. أولا، إيران أعلنت عن بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في عملية تخصيب اليورانيوم، منها الجيل السادس IR6S، بالإضافة إلى الجيل السادس ولكن من نوع آخر هو IR6، بالإضافة إلى الجيل الرابع IR4. وبالتالي عندما نتحدث عن دخول أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي في عمليات تخصيب اليورانيوم، نحن نتحدث عن عملية تسريع لتخصيب اليورانيوم في إيران. هدف إيران في الحقيقة، أو هدف منظمة الطاقة النووية الإيرانية، هو الوصول إلى حوالي 1,000,000 سو أو وحدة نووية. وبالتالي هذه العملية أو الخطوة الثالثة تسرع
أو يعني توصل إيران بشكل أسرع إنجاز التعبير للوصول إلى هذا الهدف. ولكن في المقابل لابد من النظر إلى النقطة الأخرى أو النقطة المقابلة، إلى أن هذه الخطوة في الحقيقة يمكن الرجوع عنها بكل بساطة، وهذا ما أكد عليه أيضا بهروز كمال فندي خلال مؤتمره الصحفي اليوم. وبالتالي إيران هنا تعطي أيضا هامش آخر للمفاوضات، هامش آخر للحوار مع الجانب الأوروبي، لا تريد أن تغلق باب الحوار، لا سيما بأن المفاوضات لا تزال جارية، الحوار لا يزال جاري مع الجانب الفرنسي. هناك سقف زمني حدده الرئيس الإيراني حسن روحاني بخمسة أشهر، وبالتالي إيران حريصة ومعنية على استمرار هذه المفاوضات، ولكن في نفس الوقت تريد من تنفيذ هذه الإجراءات المرحلية التي بدأت بها بمرحلتها الأولى والمرحلة الثانية، والآن بدأت بالمرحلة الثالثة، تريد الضغط على الجانب الأوروبي للإيفاء بالتزاماته. هذه هي الخطة الإيرانية. تمضي إيران على مسارين، وهذا ما ذكرناه بالأمس بالحقيقة، على مسارين متزامنين مع بعضهما البعض. المسار الأول هو مسار الضغط على الجانب الأوروبي للإيفاء بالتزاماته، والمسار الآخر وهو مسار التطبيق أو تنفيذ الإجراءات أو المفاوضات، عفوا المفاوضات أيضا مع الجانب الأوروبي بالتزامن مع الضغط على أوروبا، وتحاول إيران الوصول إلى النتيجة المرجوة من خلال هذين المسارين، أي المفاوضات بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات للوصول إلى الهدف النهائي. هذا هو هدف إيران في الحقيقة في هذه المرحلة. لكن الآن تعلن إيران على المرحلة الثالثة، هذه المرحلة يمكن العودة عنها بكل بساطة، إنما هناك تحذير إيراني واضح بأن في حال دخلت إيران إلى المرحلة الرابعة وبدأ بتنفيذ هذه المرحلة، فقد يعني يمكن من الصعوبة بمكان العودة عن هذه المرحلة، لأنها الآن بدأت تنتهي من الإجراءات التقنية. الإجراءات التقنية يمكن العودة عنها، ولكن في حال بدأت بتنفيذ قضايا أخرى، قضايا تتعلق بالشفافية، قضايا تتعلق بالقيود الأخرى المفروضة على البرنامج النووي الإيراني غير القيود التقنية، فأعتقد بأن هذا الأمر سيصعب العودة إلى المربع الأول، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى يعني الإعلان بشكل رسمي عن انهيار الاتفاق النووي. لذلك إيران تحذر الجانب الأوروبي وتطلب من أوروبا بشكل يعني مباشر وغير مباشر الإسراع في تنفيذ الالتزامات في إطار الاتفاق النووي وإعطاء إيران الضمانات التي نص عليها هذا الاتفاق طبعا من الناحية الاقتصادية. طيب ربما ملحم نسأل أيضا على تفاصيل أخرى، يعني ذكرت بأن هذا المؤتمر ربما يعني كان بأغلبه تفاصيل تقنية، لذلك ربما يصعب فهمها بشكل محدد. أتى على ذكر مفاعل أراك ومفاعل فوردو، لو نفصل في هاتين النقطتين قليلا. طبعا فيما يتعلق بمفاعل فوردو، هناك عدد أجهزة طرد مركزي محددة مسموح بها في مفاعل فوردو، ولكن مفاعل فوردو بحسب ما نص عليه الاتفاق النووي تحول من منشأة تخصيب اليورانيوم إلى منشأة تخصيب ولكن لقضايا بحثية وتكنولوجية، وبالتالي عمليات التخصيب الحقيقية التي تنتج دورة الوقود النووي هي عمليات التخصيب التي تحصل في منشأة ناتانز، وعدد أجهزة الطرد المركزي المحدد بحسب الاتفاق هو 5060 جهاز طرد مركزي. إيران حتى الآن ملتزمة بهذا العدد في منشأة ناتانز، وحقيقة حتى إضافة هذه الأجيال الجديدة من أجهزة الطرد المركزي IR6 IR4 في هذه المرحلة، أي في المرحلة الثالثة، هذا لا يعني تغييرا في عدد أجهزة الطرد المركزي، إنما سيتم استبعاد أجيال قديمة تستخدم حاليا في عمليات التخصيب ووضع بدلها أجهزة جديدة، وبالتالي العدد سيكون هو نفسه، أي 5060 جهاز طرد مركزي في منشأة ناتانز. أما فيما يتعلق في منشأة فورد أو بمنشأة فورد، طبعا كما ذكرت هي العمليات التي تحصل هناك، مع أن عدد أجهزة الطرد المركزي في تلك المنشأة أيضا
عدد محدود بحسب الاتفاق النووي، ولكنها لا تتعلق بإنتاج دورة الوقود النووي. فيما يتعلق بمنشأة أراك الوضع ربما يكون مختلف. هناك تقدم في المباحثات فيما يتعلق بمنشأة أراك بين إيران وبين الجانب الأوروبي، وبعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وطبعا كان مطلوب منها بحسب الاتفاق النووي أن تطور هي منشأة أراك، ولكن بعد انسحابها تم الاتفاق مع الجانب الأوروبي على أن يعني تطور مفاعل أراك بريطانيا بدل الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن الأجواء إيجابية في هذا الموضوع. إيران تقول بأن لا يوجد حاجة حاليا للدخول في موضوع مفاعل أراك، إن كان على مستوى زيادة الماء الثقيل المحدد ب 130 طن، أو إن كان على مستوى تبديل قلب المفاعل ووضع قلب مفاعل جديد لأراك، لأنه كما نعلم جميعا بأن مفاعل أراك بحسب الاتفاق النووي يعني تم ضخ به مادة الإسمنت وتم إغلاقه بهذه الطريقة على أن يستبدل عبر أمريكا والآن عبر بريطانيا بقلب مفاعل جديد. ولكن تقول إيران بأن لا حاجة للأقدام على هذه الخطوة أو القدوم على هذه الخطوة، لأن المفاوضات في هذا الإطار فيما يتعلق بمفاعل أراك تمضي بشكل جيد مع الجانب الأوروبي. شكرا جزيلا لك بالفعل ملحم ري على كل هذه المعلومات وهذه الإحاطة فيما خص هذا المؤتمر الصحفي. شكرا جزيلا لك. عاد الهدوء إلى قطاع غزة بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواقع في القطاع. مراسل الميادين أفاد بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت نقطة رصد تابعة للمقاومة في بيت حنون شمال قطاع غزة. كما استهدف الاحتلال موقعا للمقاومة في بيت لهيا شمال القطاع، إضافة إلى نقطة للضبط الميداني شرق غزة وفق مراسلنا. سلطات الاحتلال ادعت أن غاراتها تأتي ردا على إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات. أكد جيش الاحتلال أن شخصين أصيبا بالهلع بعد سقوط صاروخ في منطقة قريبة من مستوطنة سيدي روت. ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا لاشتعال النيران التي خلفها سقوط الصواريخ. ومعنا من قطاع غزة مراسل الميادين أحمد غانم. أحمد أهلا بك، يعني لو تضعنا في صورة الوضع الميداني بعد هذا التصعيد الجزئي إن صح التعبير من قبل إسرائيل. الأمور عادت إلى الهدوء بشكل كبير جدا. انسحب طيران الاستطلاع من الأجواء، والطائرات الحربية الإسرائيلية التي قصفت نقاط رصد ومواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية في بيت حنون وبيت لاهيا وأيضا شرق غزة دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات بحسب وزارة الصحة. اليوم يستعد الفلسطينيون لتشييع جثماني الشهيدين الطفلين الربعي والأشقر 16 عاما و 17 عاما واللذين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقناصته في منطقتي شرق قطاع غزة وتحديدا مخيم بلكة ومخيم جباليا في أقصى شمال قطاع غزة. أنا الآن في بيت عائلة الشهيد الربعي 16 عاما، تتهم عائلته الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه بشكل متعمد ومباشر بطلق ناري في منطقة الصدر، وتؤكد أنها لن تصمت عن حقها وستحاول رفع دعاوى على الاحتلال الإسرائيلي في طبعا المحاكم الدولية من أجل أن تقتص لحقوقها. بارتقاء هذين الشهيدين يصبح عدد شهداء الأطفال في مسيرات العودة بحسب وزارة الصحة 60 طفلا، وهذا رقم كبير. تؤكد وزارة الصحة بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين العزل والأطفال خلال مسيرات العودة تحديدا بالأمس. ربما أحمد يعني كان هناك استهداف للمناطق العلوية نعم للأشخاص الذين شاركوا في هذه المسيرة، أليس كذلك؟ هذا صحيح، كان هنالك استهداف متعمد وواضح خاصة للأطفال في المناطق العلوية من الجسد. إسرائيل تعمدت استهداف قبل ذلك، شهدنا على حالات أنها كانت جالسة على الأرض
لم يقوموا بأي أنشطة كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي برر استهداف الأطفال بالأمس بأنهم كانوا يمثلون خطرا على السياج أو خطرا كما يدعي على السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة، لكن الحقيقة هؤلاء الأطفال كانوا يعني على بعد مسافات طويلة من السياج الفاصل، واستهدفوا في مناطق بعيدة جدا عن السياج الفاصل. لم يقوموا بأي أنشطة كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي وناطقه أفخاي أذرعي بأنهم مثلوا خطرا على إسرائيل. على كل حال، استهداف الأطفال ترى فيه مؤسسات حقوقية أنه يمثل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويمثل خرقا لاتفاقية جنيف الثالثة التي تؤكد على حماية المدنيين خلال طبعا الحروب. وهذا طبعا بدليل، يعني بطبيعة الحال دليل إدانة جديد للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتورع عن استهداف المدنيين من النساء والأطفال سواء في مسيرات العودة أو حتى في استهدافاته وتصعيداته المختلفة. شكرا جزيلا لك أحمد غانم، مراسل الميادين في قطاع غزة، على كل هذه المعلومات. إذن استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات بجروح بعد قمع الاحتلال المشاركين في يوم الجمعة 73 من مسيرة العودة في قطاع غزة. الهيئة الوطنية لمسيرة العودة أكدت تعمد الاحتلال استهداف المتظاهرين ودعت إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال في جميع نقاط التماس. تقرير أحمد غانم. بالرصاص الحي قمع الجيش الإسرائيلي جموع المتظاهرين الذين جاءوا رفضا لمحاولات إرباك الساحة الداخلية وتأكيدا لتماسك الصف الوطني. الله أكبر! شهيد! قمع تسبب بارتقاء شهداء وإصابة آخرين من دون أن يثني ذلك المشاركين عن التجديد على رفض مخططات الاحتلال لزعزعة أمن غزة. جايين اليوم عشان نأكد إن مع المقاومة ومع أمن غزة، واللي بمس بكرامة غزة أو بأمنها راح ينهار بإذن الله، وإحنا راح نرجع على أراضينا المحتلة. ممنوع منعا باتا مساس في أمن غزة، وإحنا كشباب غزة اللي بمس أمن غزة نهايته الموت. الهيئة الوطنية لمسيرات العودة دعت إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس، وحذرت الاحتلال من مواصلة اقتحاماته وعدوانه على المقدسات، وشددت على إفشال مخططات تهويد القدس وضم الضفة الغربية. حضور الجمعية بالألاف جاءت ردا على المخطط الإسرائيلي بتحويل غزة إلى ساحة للصراع الداخلي، اقتحام نتنياهو بالأمس الحرم الإبراهيمي. نحن نؤكد مجددا أن القدس والخليل وكافة الأراضي الفلسطينية هي أراضي عربية فلسطينية محتلة. ستفشل مخططات الصهاينة وأعوانهم. اليوم يؤكد شعبنا الفلسطيني على استمرار المسيرات والمقاومة، وأننا موحدون في مواجهة الفلتان. المقاومة الفلسطينية أحد أهم روافدها وأحد أهم مقوماتها هو تماسك وصلابة المجتمع الفلسطيني على طريق الوقوف في وجه كل المؤامرات. الهيئة طلبت من الفلسطينيين مساندة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال والمشاركة في فعاليات يوم الجمعة القادم تحت شعار فلتشطب أوسلو من تاريخنا، ردا على المشاريع الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية. سلامة الجبهة الداخلية وتماسكها رسالة شددت عليها الهيئة الوطنية، التي أكدت أيضا أن حمايتها أساس لنجاح المقاومة في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية. أحمد غانم، غزة، الميادين. في حديث إلى الميادين، أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد أن المقاومة الفلسطينية دخلت في التفاصيل مع حزب الله والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أجل توحيد فتح الجبهات خلال أي عدوان مستقبلي محتمل. دخلنا مع الإخوة في حزب الله بتفاصيل، يعني خطة مشتركة للمواجهة عندما يقع عدوان أو حرب إلى آخره، وهناك تفاصيل نحن مطمئنين لها، وهذه أيضا حزب الله يديرها بكفاءة عالية. والوضع الآن لا يسمح أن أتحدث عن التفاصيل التي جرى يعني البحث فيها مع سماحة السيد. أيضا تفاصيل حول يعني توحيد الجبهات وآليات القتال، يعني أنا لا أطلب منك أن تبشي أسرار حول آليات القتال وتشكيل غرف مثلا. تفضل. نعم، أنا أقول الشيء اللي تفضلت فيه حضرتك بالضبط، يعني أنه هناك ترتيبات بحيث يعني تفتح الجبهات ويكون لها مرجعية واحدة، غرفة عمليات مشتركة إلى آخره، وهذا متفق عليه مع كل هذه القوى ومتفق على التفاصيل.
وبالتالي أنا مطمئن من هذه الناحية أن عندما يجري الحديث من قبل فصائل المقاومة سواء كان ذلك في غزة أو الآن اللي يصدر يعني عن بعض القوى في العراق على سبيل المثال أو في اليمن. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو توقع أن تكشف الإدارة الأمريكية في الأسابيع المقبلة تفاصيل صفقة القرن. وخلال كلمة له في جامعة كانساس قال بومبيو أنه يتعين على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي حل المشكلة الصعبة بنفسيهما، وأن الأمريكيين يعملون بجد من أجل ذلك وفق تعبيره. الوجع لا يفارق الغزاويين سواء كانوا داخل القطاع أو خارجه. صالح حمد شاب خرج من قطاع غزة تعيش عائلته ظروفا إنسانية صعبة بعد فقدان أثره أثناء رحلة اللجوء. تقرير أحمد شلدان. حكاية الألم في غزة تكاد لا تفارق شارعا ولا زقاقا ولا بيتا، فحتى أولئك الذين خرجوا بحثا عن حياة كريمة في أصقاع الأرض بات بعضهم اليوم يواجه مصيرا مجهولا انعكست آثاره على عائلاتهم هنا. على ناصية الأمل يمضي هذا الأب معظم وقته بانتظار أي خبر عن مصير فلذة كبده. صالح حمد شاب اختار أن يبحث عن مستقبله خارج القطاع، فجرفه نهر دارينا بين البوسنة وصربيا في 20 أغسطس الماضي من دون معرفة أي شيء عن مصيره. يعني أجبره يطلع، الظروف صعبة، هو متعلم ومخلص، وأخوه أكبر منه متعلم ومخلص، لا متجوزين ولا شيء، وعندهم مش مستقبل، فبالتالي بده يفكروا في حياة كويسة يعني. دخل النهر فعليا 3 شباب، شابين وصالح، هو كان أول واحد بيقطع في النهر. بالتالي أجاهم نهر جارف يعني وتيار عالي جرفهم 3، منهم 2 الله نجاهم وطلعوا، هو الثالث ما بينش منفقد. هنا يظهر صالح في آخر مشهد له قبل استكمال رحلته التي باتت وبالا على عائلته، حيث أصبح الوجع مصير الفلسطيني داخل البلاد وخارجها، فيما تبدو أقصى أحلام المنتظرين هنا الكشف عن مكان ابنهم وحاله. مش قادرين أكثر من هيك نتحمل، مش قادرين، ناس كل الدول تدور عليه، كل الدول تدور عليه، ما تسكتش ما تنامش، أرض شقته بلعت، وراح وراح نفسنا نطمن عليه، نشوفه على جوال، على فيس، على نت، على أي حاجة بس على القليلة. رحلة صالح التي أصبح بعدها في عداد المفقودين هي واحدة من حكايات الشعب الفلسطيني الذي ذاق مرارة الهجرة والفقد منذ وطأت قدم الاحتلال أرضه فشرده وضيق عليه الحياة. أحمد شلدان، غزة، الميادين. يواجه مخطط أردوغان لتغيير ديموغرافيا شرقي الفرات السوري بمماطلة أمريكية لم تمنحه الضوء الأخضر لإقامة المنطقة الأمنية، وهذا ما دفعه إلى استخدام ورقة النازحين كسلاحا للضغط على أوروبا وكسب دعمها له في سياساته. مثلا للعالم، ما يزال مشهد نزوح أهالي منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي من قراهم وبلداتهم أتبع بتوطين مسلحين مقربين من تركيا في المنطقة، سيناريو يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتكراره شرق الفرات بتوطين 1 مليون نازح في منطقة غالبية سكانها من الكرد. أعلنها أردوغان صراحة بقوله: هدفنا توطين 1 مليون نازح من إدلب في المنطقة الآمنة، ما يعني تغييرها ديموغرافيا. لن يكون التغيير الديموغرافي الهدف الوحيد لأردوغان من استخدام ورقة النازحين، فالرجل يلوح بهذه الورقة كسلاح لابتزاز أوروبا، هي سياسة العصا والجزرة يتبعها مع الاتحاد الأوروبي، فإما تقدم دول الاتحاد دعما ماليا له، وإما تفتح الأبواب أمام النازحين لطرق أبواب القارة العجوز. دعم مالي إذا ما تحقق سيمكن الرئيس التركي من توظيفه للضغط على أمريكا لكسر مماطلتها في منحه الضوء الأخضر لاجتياح شرقي الفرات، مماطلة أمريكية تبرر برغبة واشنطن بعدم خسارة أوراقها في سوريا والمتمثلة بقسد والبكيك. أمام المماطلة هذه والصمت الأوروبي تبقى سياسات أردوغان معلقة، ومعها ترتفع أصوات تركية ترى بتدخل حكومة العدالة والتنمية في سوريا بأنها سبب المشاكل في البلاد. زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو حمل الرئيس مسؤولية ما يجري وأعطى لدمشق الحق بمحاربة مجموعات وصفها بالإرهابية تقاتل في إدلب، في حين شككت أصوات أخرى بالأرقام التي تحدث عنها أردوغان وقال إنها
تكلفة النزوح السوري. أمام هذا الواقع يبحث الرجل عن مخرج من عنق الزجاجة السورية في ظل التقدم المتسارع لدمشق على حساب الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة وعجز الأخيرة عن خلق مخرج لمسلحين ستكون تركيا وجهتهم ما لم يجدوا مكانا آخر يخرجون إليه من إدلب. هل بدأ العد العكسي لتفكك جبهة النصرة في إدلب بعد انقلاب الحاضنة الشعبية عليها وهزائمها المتتالية أمام الجيش السوري؟ أهلا بكم. تحولت البيئة الحاضنة لهيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا إلى بؤرة احتجاج على وقع الهزائم التي منيت بها النصرة في مواجهة الجيش السوري. خريطة الاحتجاج ضد النصرة في محافظة إدلب تمتد وتتسع. معرة النعمان وسرمدة والمخيمات وسراقب وأريحة وغيرها من المناطق تخرج بنحو مكثف ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها أبو محمد الجولاني مطالبة برحيله وبحل الهيئة التي قضت على معظم الفصائل، إضافة إلى تحميله مسؤولية الهزيمة في المعارك الأخيرة جنوب إدلب ومطالبته بالخروج مع حكومة الإنقاذ من المحافظة. وصلت الاحتجاجات ضد الجولاني إلى حد الانقلاب عليه بعد اشتعال حرب كلامية بين عبد الله المحيسني والقيادي في الهيئة أبو ماريا القحطاني. المحيسني وصف المحتجين بالخونة ليرد عليه القحطاني بوصفه بالداعية المتلون الذي يجب عزله. في موازاة هذه الاحتجاجات وبعد تحرير الجيش السوري ريفا حماه الشمالي ودخوله خان شيخون وبلداتها مورك واللطامنة ولطمين وكفر زيتا، وبعد تقدم الجيش في ريف إدلب الجنوبي واستعادته عددا من القرى والتلال الاستراتيجية أبرزها بلدة التمانية الاستراتيجية وقرى الإخوين ووادي الناقة وتل أغبر، تجد جبهة النصرة التي فقدت الغطاء التركي تجد نفسها أمام عملية محاصرة في إدلب ولا سيما بعد التقارب الروسي التركي. مع فقدانها الغطاء السياسي تطرح تساؤلات كذلك عن فقدان الجبهة للدعم العسكري ولا سيما الأمريكية. تشير في هذا الصدد دراسة من جزئين أعدتها الصحفية البلغارية ديلانا جيتانتشيفا ونشرها موقع أرمز ووتش إلى أن واشنطن نقلت نحو 3 ملايين قذيفة صاروخية وقذائف هاون من البلقان إلى الشرق الأوسط بهدف تسليح المتطرفين. ووفقا للصحفية فإن الطائرات التي تنقل الأسلحة تترك شحناتها في قاعدة أنجرليك التركية التي يستخدمها الجيش الأمريكي، الأمر الذي ربما لم يعد متاحا اليوم. واقع تقف جبهة النصرة إزاءه أمام خيارين، إما الاستسلام لحرب الاستنزاف في مواجهة الجيش السوري، وإما الاستئثار بإمارة إدلب بالقوة لفرض نفسها طرفا مفاوضا حول مصير المحافظة. مئات المشايخ من المسلمين الموحدين الدروز من سوريا ولبنان أكملوا لقاءهم الثانوي عقب زيارة المقامات الدينية. منع السلطات الإسرائيلية قدوم وفد الجليل والكرمل خيم على اللقاء مع دعوات إلى الوحدة ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية. تقرير محمد الخضر. مشايخ الموحدين الدروز في لقاء موسع في مدينة جرمانة عقب الزيارة السنوية للمقامات الدينية. غاب وفد الجليل والكرملي من فلسطين المحتلة قصرا جراء منع سلطات الاحتلال توجههم إلى سوريا، غياب رأى الحضور فيه اعتداء صارخا على حق أبناء الطائفة في ممارسة شعائرهم الدينية والتواصل مع أشقائهم. الاحتلال هذه طبيعته وهذه أعماله دائما لا نستغربها، إنما نحن بالنسبة لنا نتمنى ألا تحدث انقسامات أو تسبب خلافات بيننا في مثل هذه الأمور. علينا بالصبر وعلينا بالتغليب الحكمة والعقل حتى لا تحدث انقسامات بيننا. وفود من لبنان وجبل العرب وجبل الشيخ وريف دمشق في لقاءات عنوانها المودة والتواصل، لقاءات دينية في جوهرها لكنها لا تنفصل عن المشهد الوطني العام تمسكا بالهوية ورفضا لمشاريع العدوان على المنطقة بأسرها. كانت الأجواء كثير مقبولة، الأمن مستتب، وإن شاء الله زيارتي الجاية بتكون أوسع وأشمل. نحن بنشكر الحكومة السورية رئاسي وحكومي وإخواننا بسوريا على ترحيبهم. ترحيب حار لطالما امتاز به الموحدون،
تمتزج الحماسة بالكرم تكريسا لتقاليد عريقة ولوحدة الرؤى والأهداف ضد الهجمة على سوريا ولبنان. تمثل هذه الوفود، هذه المشايخ، وحدة الوطن، وحدة المصير، وحدة المصير بين سوريا ولبنان. سوريا ولبنان بلد المقاومة، بلد الصمود ضد العدو الإسرائيلي وضد هذه الهجمة الإمبريالية التي تزعمها أمريكا وإسرائيل. الاتصالات لا تتوقف مع وفد المشايخ في الجليل والكرمل دعما لوقفتهم في وجه العنصرية الإسرائيلية وتأكيدا للقاءات مقبلة بين الأهل والأشقاء. حضرت مواقف مشايخ الموحدين الدروز من الجليل والكرمل ناصعة في ملتقى جرمانة، ملتقى ديني وطني تمسكا بالهوية العربية ودعما لصمود سوريا في تحرير كل ذرة تراب من أرضها. محمد الخضر من جرمانة في ريف دمشق، الميادين. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الشتاء الجاف يسعر الحرائق في أستراليا. أهلا بكم من جديد. قبل 8 أيام من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية تبدأ في تونس اليوم، وعلى مدى 3 ليال مناظرات بين المرشحين 26. المناظرات التي اختير لها عنوان الطريق إلى قرطاج تونس تختار ستبث على 11 قناة تلفزيونية، بينها قناتان عامتان وعبر أثير نحو 20 إذاعة. عضو مجلس الشورى في حركة النهضة عبد اللطيف المكي أكد للميادين أن الحركة مستعدة لمساعدة أي مرشح يفوز في الانتخابات الرئاسية لتحقيق النجاح رغم سعيها لفوز مرشحها عبد الفتاح مورو. أرغب وأعمل وأجتهد في أن ينجح مرشحنا الأستاذ عبد الفتاح مورو، ولكن أي رئيس سيصل إلى سدة الحكم نحن مبدئيا كحركة النهضة سنسعى إلى مساعدته على النجاح، وهذا يقتضي حوار ويقتضي اتفاقات. ولستنا في مجال، نحن مبدئيا نقول نجاح التجربة الديمقراطية التونسية ثم نجاح طبيعة نظامنا السياسي تقتضي مد اليد والحديث في كل ما هو مختلفين فيه والعمل في كل ما نحن متفقين فيه. عضو اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وليد سلامة قال للميادين إن برنامج الحزب ومرشحه منجي الرحوي ليس موجهين إلى اليسار وحده بل إلى كل المواطنين. لسنا نتوجه فقط إلى نفس الشريحة الانتخابية، نحن الآن نتوجه إلى جميع جماهير الشعب التونسي ولكل من يستطيع أن يحمل ورقة في صندوق ليضعها. لا نتحاور معهم بمنطق أنه يساري أو يميني، نحن نحمل برامج ونحمل أهداف نريد تحقيقها. هذه البرامج وهذه الأهداف رسمت انطلاقا من هذا الواقع الذي نعيشه بعيدا عن كثير من الأوهام التي قد تخامر البعض، وبالتالي فأنا نعتبر أنفسنا من نفس فصيلة عدد آخر من المرشحين مع احترامنا إليهم، لأننا نحمل برنامجا آخر مغاير، نحمل خطاب مغاير تماما، نحن نحمل برنامج قابل للتجسيد في الحكم وليس برنامج احتجاجي. نحن هنا لنعتقد بأنه قد حان الوقت لفكرنا ولرجالاتنا ونساءنا أن يبدأوا في ممارسة الحكم في هذه البلاد. مع انطلاق الحملات الانتخابية في تونس تتزايد مخاوف الأحزاب السياسية من توظيف المساجد أثناء الحملات الانتخابية. هذه المخاوف دفعت وزارة الشؤون الدينية إلى اتخاذ جملة إجراءات لضمان حياد دور العبادة. تقرير سميحة البغاني.
وزارة الشؤون الدينية أقرت ميثاقا ينص على ضرورة حياد الخطاب الديني، كما كلفت 600 واعظ ديني مهمة مراقبة الخطابات الدينية في جميع المحافظات. إجراءات تأتي بالتعاون مع كل الأطراف المعنيين بالعملية الانتخابية بالتزامن مع انطلاق الحملات الانتخابية في تونس بهدف ضمان حياد المساجد وعدم إقحامها في الصراع الانتخابي. الإمام يجب يكون يعمل عمل متاعه بعيدا عن أي توظيف، فهذا الكل اليوم حبينا نوعيه به الأمام متاعنا، حبينا نحسوهم بهذا الدور الموكول لهم، حسينا نقول لهم بخطورة ما هو موكول لهم، ولذا معناتها نحن بحول الله وبإذن الله المسجد والجامع والمنبر باش يلعب الدور نتاعو، دوره الإيجابي، دوره الحيادي، دوره المستقل. أصبح الوعاظ والخطباء يعني وعي تام بأهمية المساجد وبدورهم الحيادي في خلال فترة الحملة الانتخابية وخلال فترة الانتخابات، ومع ذلك نحن نقوم بدور تحسيسي مع وزارة الشؤون الدينية. ويتجاوز عدد دور العبادة في تونس 5000 مسجد، الأمر الذي يساعد وتيرة القلق من تحويل بعضها إلى منبر للترويج والدعاية لصالح مرشحين على حساب آخرين أو التأثير على الناخبين من خلال استغلال إمكانات الأئمة ومكانتهم لدى الناس. مطلوب من الإمام أن يوجه الناس إلى الانتخابات، وغير مطلوب له أو منه أن يوجه الناس إلى شخصية معينة. هذا عموما هذا الأصل، لأنه إذا دخل في هذا المجال فإنه ربما تقع فتنة داخل المسجد. وتتكثف خلال هذه الفترة مراقبة أغلب المساجد ومتابعة الدروس وخطب الأئمة فيها، وكانت وزارة الشؤون الدينية قد أكدت أكثر من مرة سيطرتها على إدارة مختلف المساجد. أمام قوة تأثير الخطاب الديني، تجد تونس نفسها أمام تحدي تحييد المساجد خلال الحملات الانتخابية والنأي بها عن الصراعات السياسية، تحدي قد يضع شفافية الانتخابات ونزاهتها في ميزان المساءلة. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. في يوم الجمعة 29 من الحراك الشعبي، خرجت جموع المتظاهرين في الجزائر مطالبة برحيل حكومة نور الدين بدوي وبتوفير مزيد من الضمانات السياسية والقانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها قائد الجيش في خطابه الأخير. تقرير أسامة عبد النور. عاد زخم الحراك الشعبي في الجمعة 29 بشعارات جديدة وأخرى لم تتغير منذ انطلاقه قبل أكثر من 6 أشهر، تحققت خلالها مطلب سقوط الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة ومحاسبة المفسدين، لكنها تعثرت في تنظيم انتخابات رئاسية عاجلة قبل الوقوع في الفراغ الدستوري. ونحن بما أننا لا نملك الخيار سنحسن النية كما أحسناها في 22 فبراير، وسنذهب إلى صناديق الاقتراع من أجل أن يكون لدينا رئيسا، وإن سرقت أصواتنا فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يمكن يعني لا يمكن أبدا أن نذهب إلى انتخابات دون تهدئة الوو، ومن وبعربون يعني من عربون كعربون لتهدئة هذه الأمور أنه يطلق صراح المساجين مساجين الرأي. قائد الجيش الفريق أحمد جيد صالح استعجل إجراء الانتخابات كمخرج مضمون للأزمة السياسية وكبديل عن المرحلة الانتقالية الملغمة بحسب تعبيره، مطلب اصطدم بتأخر لجنة الحوار والوساطة في إقناع الحراك الشعبي والأحزاب السياسية بمخرجات الحوار الأولية. نحن ندعو أن نتجنب سياسة الأمر الواقع، ويجب أن ننحاز للشعب الجزائري، ويجب أن نكون مستمعين جيدين للشعب، ونحدد استراتيجيات وخرائط طريق موافقة لما يريده الشعب الجزائري. إذن اليوم الأمر يؤكد لنا بأن الشعب الجزائري لن يتنازل على مطالبه، وهو مصر على بناء دولة جزائرية جديدة. لا نصوصا ولا تأكيد بشرية، اللجنة بإمكانها أن تكون واضحة لتطمئن، لا إصلاحات، لا حديث عن رحيل حكومة بدوي، ولا حديث أيضا عن إصلاح منظومة القانونية لتسيير العملية الانتخابية.
قبل انتهاء الولاية الرئاسية المؤقتة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، تتشبث المؤسسة العسكرية ومعها السلطة باستدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية عاجلة وترك الكلمة للشعب في اختيار رئيسه بحرية. مزيد من الضمانات السياسية يطالب الحراك الشعبي في جمعته 29، جمعة رجعت إلى الزخم الأول للحراك وتطالب بلجنة مستقلة كشرط أساسي وأكيد لنجاح الانتخابات. سمع عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. إلى اليمن، حيث استهدفت القوات المسلحة اليمنية قوات التحالف السعودي قبالة السودائس في نجران بصاروخ باليستي، كما استهدفت طائرات يمنية من دون طيار مطار نجران الإقليمي وفق المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى سريع. إلى مزيد من التشنج بين السعودية والإمارات، يتجه الوضع في جنوب اليمن وتعثر المفاوضات غير المباشرة في جدة تقابله تظاهرات موالية للإمارات بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي. هي أول رسالة علنية توجهها السعودية إلى دولة الإمارات من دون تسميتها، ولكنها أتت مبطنة، مفادها أن زعزعة أمن اليمن هي زعزعة لأمنها، وأن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة مرفوضة. ضمنيا، وجدت السعودية نفسها مضطرة إلى إرسال قوات إلى الجنوب لوقف تقدم قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، أما شكليا فحملت خطوتها عنوان قوات فصل لإعادة الهدوء. الخطوة الميدانية السعودية أعقبت تعثر المفاوضات غير المباشرة في جدة بين المملكة وممثلين عن الحراك الجنوبي اليمني، وجاءت تزامنا مع استعادة قوات الحزام الأمني الجنوبية سيطرتها على عدن ومناطق أخرى بينها زنجبار، وانكفاء قوات هادي المدعومة سعوديا إلى خطوط خلفية. يرى محللون يمنيون أن المشهد يشي بدخول السعودية والإمارات في خلاف فعلي وعلني حول حصص الساحة الجنوبية، فعين الإمارات على جزيرة سقطرى، فيما يسعى السعوديون إلى ضم المحافظات الجنوبية المحاذية للحدود. طلب الرياض بالتزام تام وفوري بفض الاشتباك لم ينل الاحترام الذي نالته دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي للاحتفال بيوم الوفاء للإمارات، فاحتشد الآلاف في تظاهرات من أبناء المحافظات الجنوبية لإحياء الفعاليات التي علت فيها الهتافات ضد التجمع اليمني للإصلاح. الكلمة الإماراتية العليا جنوبا تستند إلى وعود عبر عنها علانية رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد سعيد بن بريك. وبحسب مصادر مقربة من المجلس، فإن حلم إقامة دولة فيدرالية بنظام الأقاليم في محافظات الجنوب هو حجر الأساس في ترجيح الكفة الإماراتية على نظيرتها السعودية. في اتصال مع الميادين، اتهم عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله عبد الوهاب المحبشي أمريكا بالعمل لتحويل جنوب اليمن إلى ساحة لداعش والقاعدة. ما يجري في الجنوب هو خارج عن إرادة السعودي والإماراتي، لأنه يخضع لتفاعل تحت السيطرة يتبع أمريكا وبريطانيا بشكل مباشر، والسعودية والإمارات ينفذون. نحن نعتقد بأن الأمريكي يخطط لجعل الجنوب ليس ساحة لجماعة هادي ولا ساحة لجماعة الانتقالي، بل هو ساحة، بل يريدون جعله ساحة لداعش والقاعدة لكي يستطيعوا بسط أيديهم بشكل مباشر، ولديهم مبرر، فيريدون أن ينقلوا بقايا داعش من العراق وسوريا إلى المحافظات الجنوبية لكي يأتي الأمريكي فيقوم باحتلال الجنوب كمخلص ومنقذ من داعش. إلى السودان، حيث أطلقت نقابة الأطباء تحذيرا جادا بشأن خطر انتشار الكوليرا في البلاد. بيان للنقابة تحدث عن وفاة شخصين جراء الوباء في ولاية النيل الأزرق، ودعا وزارة الصحة إلى التدخل بنحو عاجل والقيام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشيه، وأن عدم التدخل في الأعوام الماضية جعل الكوليرا مرضا مستوطنا في السودان. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقف المفاوضات التي تجري في النرويج مع المعارضة بسبب قيام زعيمها خوان غوايدو بالتفاوض سرا مع شركات متعددة الجنسيات للاستثمار في منطقة اسكويبا الغنية بالنفط في غويانا والتي تطالب بها كاراكاس.
لقد تبين بالدليل القاطع أن غوايدو وبورغيس يفاوضان حول إسيكيبو من دون علم الحكومة الفنزويلية، وهذا ما أعلنه نائب الرئيس يوم أمس، وهو أمر مرفوض. لقد طلبت من رئيس وفدنا المفاوض إلى النرويج أن يبلغ السلطات هناك ووفد المعارضة رفضنا الشديد لهذا الأمر ومطالبتنا بتصحيحه، وإلى أن يقوموا بذلك لن يروا وجوهنا. أنا أؤمن بالحوار وأؤمن بالسلام، ولكن لا أقبل الخيانة. ارتفع إلى 43 عدد قتلى الأعصار دوريان الذي ضرب جزر البهامس في المحيط الأطلسي خلال الأيام الماضية. حكومة الجزر تخوفت من أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بوجود دمار كبير خلفه، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين. الأعصار ضرب أيضا فلوريدا وساوث نورث كارولينا، حيث أعلنت حالة الطوارئ وتم إجلاء عشرات الآلاف من السكان. وفي أستراليا يكافح رجال الإطفاء لإخماد حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة في الساحل الشرقي لأستراليا. 100 حريق في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز تسببت في تدمير نحو 20 منزلا، وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية استمرار الوضع الذي وصفته بالصعب بسبب الجفاف وعدم سقوط أمطار تذكر خلال الشتاء. تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي مشروع قانون يهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ الاثنين المقبل في حال صادقت عليه الملكة إليزابيث الثانية. وعليه بات على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكزيت 3 أشهر، علما بأنه مقرر في 31 من تشرين الأول أكتوبر. أعلنت نقابة المعلمين في الأردن إضرابا عاما يوم الأحد عقب قمع اعتصام أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ اتفاق زيادة الأجور المقر عام 2014. أيمن فاضل. هكذا كان المشهد في عمان خلال الساعات الماضية. الشرطة الأردنية تعتقل عشرات المعلمين المشاركين في تحرك احتجاجي بسبب عدم تصحيح الأجور وفق اتفاق أقر قبل 5 سنوات، حيث استخدمت الهراوات والكلاب البوليسية والقنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه لتفريق أكثر من 20,000 معلم. نقابة المعلمين أكدت أن الحكومة لم تفي بالتزاماتها المتفق عليها منذ 5 سنوات بإقرار زيادة بنسبة 50% على أجورهم، وأكدت أن رواتبهم باتت من بين الأدنى في الوظيفة العامة، معلنة إضرابا عن العمل يوم الأحد المقبل. الحكومة ردت على بيان النقابة بأنها ملتزمة بمنح العلاوات ربطا بأداء المعلمين، وأن هذا الاتفاق موقع من قبل الطرفين منذ 5 سنوات ويعتبر وثيقة قانونية ملزمة، محذرة من تعطيل العمل الدراسي ومهددة باتخاذ إجراءات حاسمة. وزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني اتهم النقابة بالانقلاب على المقررات السابقة، فيما أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يمين أن ما تطالب به نقابة المعلمين أمر يخالف العمل المؤسساتي ويتناقض مع الاتفاق القديم، مهددا باللجوء إلى القضاء إذا استمر المعلمون في إضرابهم. وبينما أكدت نقابة المعلمين أن السلطة ترفض عقد اجتماعات لبحث مطالبهم، أكد المعاني أن الحكومة منفتحة على الحوار مع النقابة، لكنها لا تقبل بممارسة الضغوط عليها. إلى العناوين مجددا. طهران تعلن أنه لم يعد لديها أي التزام بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم ضمن الاتفاق النووي، وتؤكد البدء بتشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي. الاحتلال يستهدف عددا من المواقع في غزة وشيدان فلسطينيان وعشرات الجرحى جراء قمع القوات الإسرائيلية مسيرات العودة. قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تونس تخوض تجربة المناظرات بين المرشحين 26.
مادورو يهدد بالانسحاب من المحادثات مع المعارضة إذا لم توقف صفقة استثمار غابات غنية بالنفط لشركات أجنبية. أكثر من 40 قتيلا في البهامس جراء الأعصار دوريان ومخاوف من ازدياد العدد في ظل الدمار الكبير الذي خلفه. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net ولمتابعينا باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.